هاي دير ستودنتس، نايس تو ميت يو. أعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط، نحييكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. Open your students book on page 64. صفحة 64 unit 6 lesson 9 round up. طبعا هذا الدرس هو مراجعة للمواضيع اللي أخذناها حول المواضيع والدروس الماضية. In this unit you have، في هذا الوحدة أنت أخذت practiced، تمرنت the following things، على الأشياء التالية. Number one, talking about the future، تحدثنا حول الفيوتشر، زمن المستقبل. مثلا I'm going to leave school، أخذ الأداة I'm going to، والأداة will. هنا معطينا أمثلة، I'm going to leave school، أنا سوف أتخرج من المدرسة as soon as، على وشك أو قريبا في عام 16، عندما أكون في عمر 16. The speaker has made a plan، المتكلم وضع خطة واستخدم الـ going to. You will only get pocket money، you will only، أنت فقط سوف تحصل على مبلغ من المال. هنا استخدم will. The speaker is talking about، المتحدث يتحدث حول something، شيء ما. In the future، في المستقبل. That is certain، هو يكون في وقت معين أو متأكد منه، فاستخدم ال will. رقم 2، using clauses، استخدمنا العبارات with the who باستخدام يعني أدوات الوصل أو الربط. هو which، هو معناها من للعاقل، و which للفاعل العاقل، و which وذات لغير العاقل المفعول به. To identify people on things، للتعرف على الناس والأشياء. طبعا عبارات الوصل أو كلمات الوصل هي لإضافة معلومات عن الفاعل أو المفعول به أو الاسم، يعني بصورة عامة. Use who، نستخدم who for people، للناس. And which or that، ونستخدم ال which with that for things، للأشياء. A vet is someone، الطبيب البيطري هو شخص ما. Who takes care of sick animals، هو يعتني بالحيوانات المريضة. That is the dog، هذا الكلب. That frightened my little sister، الذي أخافه أختي الصغيرة. هنا يعني نماذج أمثلة على استخدام عبارات أو كلمات الوصل. 3، ثالث شيء اللي أخذناه باليونت، when to use and when not to use أي أن the و before nouns، متى نستخدم الأي والآن أو الأي أن والذي قبل الأسماء، شو وقت تستخدمها. أي when talking about، عندما نتحدث حول one thing، شيء واحد. in a general way، بطريقة عامة. can I have a pen، ممكن أن أحصل على قلم. شوف a pen للمفرد please، تستخدم الأي مع الأسماء اللي تبدأ بحرف بالحروف الصحيحة. Before jobs، قبل الوظائف. I want to be a teacher، عندما أنا أرغب أن أكون معلما. I an أو an before a vowel، قبل الأسماء اللي تبدأ بالفاول بالحروف العلة. Can I have an apple، an apple please، ممكن أن أحصل على تفاحة رجاء. Then شو نستخدم ذا. When talking about، عندما نتحدث حول particular things، عندما نتحدث حول particular thing، شيء محدد. Or one already mentioned، أو الذي توّن أشرنا إليه. The pen، القلم. On your desk، على رحلتك. Is mine، هو لي. هذا المثال. ذا أيضا when there is only one، عندما يكون هنالك شيء واحد. Of these، من هذه. In the world، في العالم. مثلا sun، the sun is shining، الشمس مشرقة. Don't use A before things، لا تستخدم الأي قبل الأشياء. That cannot be counted، التي لا يمكن عدها. I need some fresh milk، أنا أريد بعض الملك. هنا الملك يعني أسماء الكمية، لا نضع قبلها لا أي ولا أي.
لأن هاي خاصة بالمفرد ليست بأسماء الكمية. Don't use a وال an or they. لا نستخدم ال a وال an وال the before the names قبل الأسماء of school subjects قبل أسماء المواضيع المدرسية. I'm good at history. أنا جيد في التاريخ. ما قلنا لا أي ولا أنا. Before the names قبل الأسماء of places قبل أسماء الأماكن. We go to Dohuk. هنا كلمة Dohuk يعني اسم دولة اسم مدينة. ما استخدمنا لها لا أي ولا أي أن ولا I'm sorry ولا أي ولا أن ولا they for our holidays. After like بعد كلمة like لا نستخدم الأي والآن والذي. أي before the plural nouns قبل الأسماء الجمع if they are general إنها بصورة عامة. I like apples أنا أحب التفاح. I like the apples that grown in our garden التي تنمو في حديقتنا. Before things قبل الأشياء you can't count قبل الأشياء التي لا يمكن عدها. I don't like meat أنا أحب أنا لا أحب اللحم. I liked the meat أنا أحب اللحم. That we had الذي نحن لدينا for dinner للغداء last night أحببت الغداء الذي لدينا أحببت اللحم في الطعام الذي لدينا الليلة الماضية أو في العشاء الذي في الليلة الماضية. فهنا ميت ما استخدمنا لها لا ما استخدمنا لها ذي لكن هنا بهاي الحالة استخدمنا لأن يعني السامع يعرف إنه اللحم اللي حددنا في الليلة الماضية. Asking for and giving direction الطلب وإعطاء ال directions الاتجاه. Can you tell me how to get to the Grand Hotel هل تستطيع أن تخبرني كيف أصل إلى فندق الجراند؟ هنا يعني طالب سائل حول الاتجاه وهنا تجي المعلومة go to the traffic lights اذهب إلى traffic lights turn left west استدر اليسار at the lights عند الإشارة go straight اذهب مباشرة along east street عبر الشارع الإست الغربي. The Grand Hotel فندق الجراند is on the right على يمينك. أيضا يقول and you have وكذلك درسنا talked about jobs تحدثنا حول الوظائف you would and wouldn't like to do التي أنت تريد أن تؤديها أو لا تؤديها. Studied paragraphs درسنا الفقرات. Written paragraph كتبنا ال paragraph about your plans حول خططك for the future للمستقبل. Listen to conversations استمعنا إلى المحادثات and taken notes وأخذنا الملاحظات. Interviewed someone التقينا بشخص ما and used your notes واستخدمنا الملاحظات to write about للتحدث حول the person's career حول مهنة الشخص. الآن ننتقل إلى تمارين الأكتيفيتي بوك بيج 82 صفحة 82 لسن 9 اكسرسايز A read and complete اقرأ واكمل these paragraphs هذه الفقرات. write A والآن are they اكتب A والأو آن أو they before the nouns قبل الأسماء where they are needed حيثما أنت تحتاجها. If no article إذا لا يكون هنالك حاجة لها is needed leave space اترك فراغ. هنا طبعا هاي الفراغات نستخدم بها أي أو أن أو دي في المكان المناسب. وراح يكون حلنا لهذا التمرين حسب القواعد اللي درسناها سابقا بإمكان الطالب مراجعة الموضوع باستخدام أي أو الأن والدي. راح نحل مباشرة. Haider is هنا نخلي أي a teacher ليش لأن التيتشر اسم مفرد تبدي بحرف صحيح. Haider is a teacher معلم in a school هنا نخلي أي في مدرسة in هنا ما نخلي شيء ليش لأن المدينة ما نخليها لا ذي ولا أي ولا أي هنا نخليها فراغ X في مدرسة في النجف. The school هنا نخلي the school is near
المدرسة هي قرب ذا اللوكال ستاديوم، قرب الملعب المحلي. هنا نخلي ذا يلا. حيدر تيكس، حيدر يدرس. هنا ما نخلي شيء، ماثس لان دروس، دروس ما نخلي لها اي شيء. حيدر يدرس الرياضيات اند لايكس، ويحب ذا جوب الوظيفة، ويحب هنا ذا جوب الوظيفة very much كثيرا. هي لايكس هو يحب، هنا ما نخلي شيء. young people يحب ال young people، يعني تعبير عام، يحب الناس الشباب. and he is very happy، وهو جدا سعيد. with the، هنا نخلي ذا، with the students، مع الطلاب. in his classes، في صفوفه. حيدر would not like to have، حيدر لا يحب ان يكون ان يحصل على a job، هنا نخلي اي a job وظيفة. in an office، في مكتبة، هنا نخلي اي ان في مكتبة. he او في مكتب. he has a friend، هنا نخلي اي he has a friend، هو لديه صديق. who works in، هو يعمل في an office، في مكتب. حيدر's wife، زوجة حيدر works، تعمل in the same office، تعمل في نفس المكتب. she says، هي تقول. the work، هنا نخلي ده، the work is very boring، العمل يكون مملا. وطبعا مثل ما قلنا لكم، الطالب يمكن ان يراجع هاي القواعد اللي اخذناها في درس سابق، يعني هاي شرح وافي عليها وامثلة موجودة، حتى وهاي ايضا طريقة السؤال تجيب الامتحان حول هذا الموضوع، يعني يراجعها، ضرورة مراجعة هاي القواعد قبل لائحة التمرين. فكان حلنا للتمرين بالشكل التالي: نمبر 1 اي 2 اي 3 ماكو ما نخلي شيء، 4 ذي 5 ذي 6 ما نخلي شيء، 7 ذي 8 ما نخلي شيء، 9 ذي 10 اي و 11 اي ان و 12 اي و 13 اي ان ام سوري ان 14 ذي و 15 ذي. ايضا هنا عندنا تمرين مراجعه اخر: complete these sentences، اكمل هذه الجمل with will or be going to، استخدام اداه المستقبل will او going to. exercise b: complete these sentences، اكمل هذه الجمل with will، باستخدام will، سوف، or be going to، وكذلك ايضا اداه المستقبل الثانيه going to. وهذا الموضوع احنا ايضا شارحينه سابقا، ويمكن على الطالب ان يراجعه. فنحلها حل مباشر. او قبل لا نحل، نحب نذكركم باستخدام هنا الول، هنا هذا القواعد مالتها اللي اخذناها، وإمكان الطالب ان يراجعها مراجعه سريعه قبل الحل. هذا بالنسبه للول. هنا نستخدم الجوينج تو، واثنين معناها سوف، من فيوتشر سمبل، المستقبل البسيط، هاي معناها الجوينج تو. ايضا هذا قواعد عليها وامثله، إمكان الطالب يراجعها قبل لا يحل التمرين. وكذلك هنا طريقة السؤال الوزاري اللي احنا اعطينا انماط متعددة لكيفية شلون يجي السؤال الوزاري. راح يكون حل التمرين كالاتي: نال كلمة باللون الاحمر عن الفراغ، الفراغ يعني كتبناه باللون الاحمر. نمبر 1 I will see a football match، سوف ارى، هنا استخدم الفراغ الاول will. I will see a football match، سوف ارى او اشاهد مباراة كرة القدم tomorrow، غدا، with my friends، مع اصدقائي. شوف هنا استخدمنا will. ليش استخدمنا will؟ لان عندنا هذا نية. I'm sorry، هنا استخدمنا I'm going to see، انا سوف اشاهد مباراة كرة القدم match tomorrow، غدا، with my friends، مع اصدقائي. نية او تخطيط للمستقبل بدلالة tomorrow، غدا. The match is going to start، المباراة سوف تبدأ at 7 o'clock، في الساعة 7، يعني محددة ومخطط لها، فاستخدمنا going to. It is an important match، إنه مباراة مهمة. And lots of people، والكثير من الناس. Will be there، سوف يكونون هناك. نتوقع، يعني متوقع الكثير من الناس يكونون هناك، إذا استخدم will. I will wear a coat، أنا سوف ألبس الكوت المعطف because، بسبب it is going to be cold، لأنها سوف تكون باردة in the evening، في المساء. فهنا عدة
يعني توقع بأنه الجو راح يكون بارد، فراح يتوقع أنه يلبس الكوتس. ليش؟ لأنه يعني أكو فد شيء مقرر، يعني بأنه السماء يعني من نشرة جوية أو كذا أنه راح تكون باردة، فشيء مخطط إليه يعني وثابت بالمستقبل. After the match، بعد المباراة، we are going to سوف eat a restaurant. In a restaurant، سوف نأكل في المطعم. Because we will be very hungry، لأننا سوف نكون يعني هم جوعانين. فهنا هم مخططين يروحون للماتش، وبعدين يتوقعون يروحون للمطعم لأنهم راح يتوقع يكون جوعانين بعد المباراة. I have to be home، أنا أكون سوف أكون في البيت at 10 o'clock، الساعة 10. Or my father، أو والدي، will be angry، أو والدي سوف يكون غضبان. هو متوقع والدي يكون غضبان فاستخدم الولد.